الحمد لله الانتخاب ديال المجلس مقاطعة مر السلطان مرات الحمد لله في ظروف ديمقراطية وكان بحضور الممثلين ديال الساكنة. الحمد لله تم انتخاب السيد محمد بدريقة كرئيس للمجلس بأغلبية ديال الأصوات وكذلك المكتب ديالو. الحمد لله كنتمنوا أننا نكونوا في مستوى ديال الرهان وفي مستوى ديال التطلعات ديال المواطنين وديال الساكنة. بالنسبة لانتخابي ككاتب المجلس اللي هو كيبقى عضو ديال المجلس المسير، فالإخوان وضعوا فينا الثقة، نتمنوا من الله نكونوا في مستوى الثقة اللي وضعوا فينا ومستوى التطلعات اللي داروا فينا المواطنين. العمل باقي متواصل وحنا الحمد لله يلا في البداية، مازال باقي جلسة أخرى غتكون استثنائية ديال انتخاب اللجان المعروفة ثلاث لجان، فمن بعدها باش غيكون ان شاء الله واحد البرنامج اللي غادي نمشيو عليه باذن الله. هو برنامج كان سبق لنا اننا درناه في اطار الوعود اللي وعدنا بها المواطنين وعدنا بها الساكنه. الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نص البرقيه المرفوعه الى السده العاليه بالله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. بمناسبة اختتام جلسة انتخاب رئيس جلسة مقاطعة مر السلطان أو رئيس مجلس مقاطعة مر السلطان ومكتبه المسير وكاتب مجلسه ونائبه والمنعقد يومه الخميس 30 أكتوبر سنة 2021، يتشرف رئيس المجلس أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس ومن خلاله سكان مجلس المقاطعة أن يرفعوا إلى السدة العالية بالله آيات الولاء والتبريك وأزكى مشاعر الوفاء مشروعة بخالص المحبة والإخلاص المستمر والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد وبالثوابت الوطنية وبالوحدة الترابية. مولاي صاحب الجلالة، إننا نعتز ونفتخر بما قامت به الدولة المغربية من جهود جبارة لكسب رهان تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي كانت جديرة بأن تكون عنوانا لمرحلة جديدة مقبلة على تنزيل توصيات النموذج الجديد والميثاق الوطني للتنمية. صاحب الجلالة، إن انتخابات الثامن من شتنبر أعطت من جهة صورة مشرفة للمغرب بشهادة المراقبين المستقلين، ومن جهة ثانية أثبتت عمق الممارسة السياسية ونضج البناء السياسي المغربي، كما حملت رسائل وقراءات سياسية على المستوى الدولي من بينها قوة المؤسسات الدستورية المغربية ووعي المواطن المغربي بدوره في تغيير المشهد السياسي والتحكم في خريطة ممثليه على مستوى الغرفة التشريعية والمجالس الجهوية والمحلية. فنطلب من الله العلي القدير أن يمتعكم بحلل من الصحة والعافية ودوام العز والنصر والتمكين، وأن يبقيكم الحصن المنيع والحامي الأمين لهذا البلد الأمين. حفظكم الله يا مولاي وخلد في الصالحات ذكركم ووفق خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم وشد عضدكم بصنوكم الأمير الرشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله حرر بالبيضاء يوم خميس 30 أكتوبر، خديم أعتابكم الشريفة السيد رئيس مجلس مقاطعة مر السلطان.